انا بلعب في فريق حارس مرمى، وجات لي كوره متشاطه بقوه جامده جدا، وكان المفروض ما احطش فيها ايدي، بس انا حطيت فيها ايدي. حصل لي اصابه في الصباعين اللي هو المربوط ده والصبع اللي جنبه. الصبع المربوط ده هو ده اللي فيه مشكله جامده، لان هو ده اللي فيه قطع في الوتر. وجع يا دكتور، في قطع في الوتر وفي شرخ في العقلة. طبعا عملت أشعات وبص عليا استشاري عظام، وقال لي إن هو إن شاء الله هيتجبس كده زي ما حضراتكم شايفينه مدة شهر ونص. عدى منهم أسبوع. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم من وث في قدمه، والوث هو ضربة دون الكسر وهو في طريقه إلى الحج، واحتجم عليه الصلاة والسلام بألم في وركه في معركة أحد، بإذن الله الحجامة تجيب نتائج، وسمح لنا الكابتن الله يجزاه خير بعد أسبوع أسبوعين هيعطينا النتائج حقت العملية الحجامة هذه بإذن الله. بإذن الله يا رب، والله الشافي الشافي المعافي. المعافي يا رب، سبحانك يا رب. طبعا من المعروف انه الحجامة تطلع التهتكات حقت الضربة، اي ضربة بتيجي يصير في تهتكات في الشعيرات الدموية هي اللي بتسبب الألم، ولهذا عمل الحجامة في وقتها بتريح الإنسان من الألم، هي مسكنة للألم، أي آلام في الجسم حتى الحجامة الجافة، آلام الورك، ما أنت قادر تنام، عندك نقحان في أي مكان في جسمك، أشبك له حجامة جافة تريحك وتسكن الألم بإذن الله، والجافة تجلس على الأقل ماسكة ربع ساعة، والحمد لله. طبعا هذه حتاخذ وقت كثير الصغيرة غير التشريط الكبير، لأن السحب حقها بس بالمسدس، والمسدس مو زي الكاسة لما تضربها وتشفط. كابتن ايش الرياضات اللي تحبها؟ والله انا يعني الحمد لله رب العالمين بمارس كل الرياضات، يعني انا يعني الخلفيه بتاعتي بحريه، فاي رياضه في البحر انا بمارسها، وفي نفس الوقت الرياضات بقى كره القدم، كره الطايره، ركوب العجل. انا بركب خيل على فكره ما شاء الله من ما شاء زمان، الله. وانا بحب موضوع الخيل ده وبركبه وبفهم له كمان. يعني ربنا وعدني بدكتور الأسنان بتاعي، هو أصلا عميد في القوات البحرية، وهو حياته كلها الخيل، ما ف شاء الله. يعني استزدت من علمه كتير جدا، وكان بيكرمني بأن أنا بركب الخيل بتاعه، لأن هو عنده خيل كتير، فخلاني فهمت الخيل يعني. والخيل من الحيوانات الذكية جدا جدا جدا، يعني أول ما تركب عليه يبقى فاهمك انت خايف ولا لا؟ خايف ولا لا، وليك في موضوع الخيل ولا جديد، ولا انت خبرة، ولا يعني سبحان الله. الخيل اول ما بيركب عليه الخيال بيفهمه على طول من اول ما يركب عليه. طبعا الاتنين اتورموا مع بعض، والاتنين شكلهم وقت الاصابة اتغير في ساعتها على طول، ورموا الاتنين وبقى شكلهم غريب جدا، بس عشان عدى اسبوع الحمد لله اللي حضرتك شغال عليه ده، يعني ايه يعني بنسبة كبيرة الحمد لله. طب وشكله رجع طبيعي، لكن طبعا هو لسه مخشب شوية مخشب وما كنت تقدر تثنيه صح؟ لا لا ما تنقدرش اتنيه طبعا. نهائيا. يعني مش عارف اتنيه طبعا، طيب قلت الحين لو فكينا هذه وتنيته ان شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله طبعا ما اكبر. حتثنيه 100%، بس اسمك تنيته ايوه، في الذرة. الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بركة الرسول عليه الصلاة عليه والسلام، الصلاة عليه الصلاة والسلام، والسلام أسأل الله ذلك. ان شاء الله ان شاء الله. شفاء من الله قادم ان شاء الله. طيب ايش تقدم نصيحة للرياضيين والشباب والله موضوع ان التسخين مهم جدا قبل بداية اي لعبة، يعني اي لعبة في الدنيا، ما الواحد ما يستعجلش على نفسه ويخش على الملعب ويلعب قبل ما يسخن عضلاته ويسخن جسمه والكلام ده كله. يعني انا
لو كنت عملت إحماء كويس جدا قبل المباراة وخدت وقتي في التسخين، يعني طبعا يعني التسخين مش هيمنع القدر، لكن العضلات وهي سخنة بيبقى استجابتها وحركتها ألين بكتير من ان انت تلاقي نفسك نزلت على طول ودخلت في اللعب وكذا وكذا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، حاول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا، حاول طبعا، تنزل. في يعني هو كان الاول مخشب جدا، كان عامل زي اللي جنبه بالظبط، لكن الحمد لله، الله اكبر، بركة الحجامة اهي، ألم بركة الحجامة. ألم لا ما خف شاء الله، ولا زي ما لا هو؟ لا 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 لا، ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله.